خدها السوليه، لعبها على طول لحمودي، تمريره على الارض مره ثانيه من حمودي الى قلب الملعب كده، والتمريره وحلوه مش ممكن، يا والجول جوه، جول الهدف الاول، الهدف الافريقي الاول، ناصر ماهر يبدا مشواره التهديفي مع النادي الاهلي في مباراه افريقيه، اول هدف لناصر ماهر مع الفريق الاول للنادي الاهلي. يا ناصر، يا ماهر، ناصر ماهر من جيل ذهبي، جيل المنتخب الاولمبي الحالي وجيل منتخب الشباب السابق اللي لعب 2017 في بطوله افريقيا، يسجل اول اهدافه الافريقيه. اول هدف لناصر ماهر مع الفريق الاول للنادي الاهلي هو هدف افريقي. يا على الكوره، يا على الكوره، بص بص يا جماعه ندفد، بصوا المجهود اللي عمله ندفد، بص الكوره حطها ازاي، يا ولد يا ولد يا ندفد، حقيقه مستوى عالي قوي بيعمله. بص الثرو باص اولا من ناصر ماهر، والكره الثانيه من ندفد ترتد من القايم، عشان نصيبك، عشان نصيبك يصيبك يا ناصر يا ماهر، ترتد الكره من القايم لناصر ماهر اللي كاد انه يسجل في اول مباراه لعبها للنادي الاهلي السنه دي 2020. ادي الكره البينيه، محمد شريف، محمد شريف يلعب عرضيه على طول، ما استناش عليها، ناصر ماهر اتعدي، روح لحمودي يلعب البينيه، حمودي يا ولد يا ولد يا مروان، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام يا مروان يا محسن، يجيب الهدف الثاني، يجيب الهدف الثاني في الدقيقه 39، 2-0 مروان محسن يجيب هدفه الافريقي الثاني، هدفه الافريقي الثاني. بقول لكم في دي جعبته هدف واحد بس السنه اللي فاتت في مرمى فريق اونانا اللي هو اللي لعبه النادي الاهلي، اونانا الجابوني، ادي الكره لف وحطها على يمين، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. انما الثرو باص ايه، حكايه من حمود، حكايه وروايه من حمود، الله 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 على الكوره، يا سلام، هدف تاني للنادي الاهلي يرفع بيه الرصيد الى 2-0 واحنا لسه في الدقيقه 40 من الشوط الاول. يا سلام يا سلام يا سلام على الحلاوه، يا سلام على حلاوه الكوره اللي فاتت دي، جميل.